عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة شريك حياتي، وأهلا وسهلا في فيديو جديد وطلب زواج جديد وتوفيق راسين في الحلال. اللي لسه بيشوفني لأول مرة أهلا بيك معانا في القناة، وأتمنى أنك تكمل الفيديو للنهاية وما تسرعوش علشان تعرف قناة شريك حياتي هدفها إيه وتعرف مواصفات عروستنا النهاردة إيه هي. في البداية أحب أتكلم عن هدف قناة شريك حياتي. قناة شريك حياتي هدفها توفيق راسين في الحلال من غير اي مقابل، مجرد انك بتشترك فقط في القناة وبتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل فيديو جديد فيه طلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج، وبتكتب لنا في التعليق مواصفاتك بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة. عندنا قناة شريك حياتي بيوصل لها طلبات زواج نسيار وزواج شرعي معلن وزواج تعدد وطلبات تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج. فإذا كنت بتبحث عن الزواج أو التعارف بقصد الزواج يبقى مكانك معانا هنا في القناة. بتتميز القناة عندنا بالتنوع في الحالات الاجتماعية اللي بتطلب وبنعرض لها طلبات الزواج سواء كانوا مطلقات أو أرامل أو عازبات، وكذلك بيوجد طلبات زواج لسيدات بيرغبن في الزواج ويقبلن بزواج التعدد، وسيدات بيرغبن في الزواج ولديها سكن للزوجية، وسيدات بيرغبن في التعارف والدردشة الجادة بقصد الزواج. بيوصل لنا طلبات من جميع أنحاء العالم من مقيمين ومن مغتربين، جميع الجنسيات وجميع الأديان وجميع المراحل العمرية والمستويات الاجتماعية. فإذا كنت بتبحث عن التعارف والدردشة الجادة بقصد الزواج أو الزواج سواء كان زواج نسيار أو زواج شرعي معلن أو زواج التعدد يبقى مكانك معانا في القناة. كل اللي عليك فقط إنك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتكتب في التعليق مواصفاتك ومواصفات شريكة حياتك، وإن شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة. عندنا احنا النهاردة معانا طلب زواج لعروسة مصرية، هي بتطلب زواج نسيار وهي مطلقة وعمرها 35 عام، طولها 160 سنتي ووزنها 70 كيلو، جامعية الدراسة وبيضاء ميلة للسمار، شعرها اسود ناعم للكتفين وعيونها سوداء واسعة. بتقول في الرسالة: أنا مطلقة وليس لدي أطفال، الحمد لله أنا شكلي حلو وجسمي حلو وأمارس رياضة المشي دايما لمسافات طويلة، طيبة القلب ورقيقة المشاعر وست بيت شاطرة وممتازة، وأستطيع أني أحتوي جوزي وأستطيع أني أسعده إن شاء الله، وأتحمل المسؤولية وأكره الكذب والنفاق، شخصيتي مستقلة والحمد لله أحب أعتمد على نفسي، فأنا شخصية تتحمل المسؤولية ويمكن الاعتماد عليها، رومانسية جدا واجتماعية جدا، لهذا أنا أكره الوحدة التي أشعر بها وأود أن أقيم أسرة من جديد، رومانسية ولدي ميول خاصة بالرومانسية ولكني لن أمارسها إلا من خلال الزواج إن شاء الله. بتريد الزواج المسيار من رجل من أي جنسية، وبالنسبة للعمر يكون العمر مناسب، مثقف وهادئ ويكون إنسان غير أناني ولا عصبي، بيحب الحياة العائلية وعنده هدف لتكوين حياة أسرة، معتمد على نفسه وليس شخص اتكالي وليس بطماع وليس إنسان مغرور، مرح وواقعي وشخصيته تكون قوية، كريم ومتعفف النفس واليدين، شخص وفي بيكره الخيانة، خلوق وابن ناس وابن أصول وسمعته طيبة بين الناس، متعلم تعليم ليس عليه شرط سواء كان تعليم عالي أو تعليم متوسط، المهم أنه هو يكون إنسان ناضج فكريا ومثقف، إنسان بيحب الجو الرومانسي والأجواء الرومانسية وبيعشق زوجتهم. أتمنى لها إن شاء الله أن ربنا يرزقها بالزوج الصالح من خلال القناة. إذا كانت مواصفات عروستنا المصرية النهاردة اللي بتطلب زواج نسيار بتناسبك، اكتب في التعليق ان هي مواصفاتها متناسبة معاك وصاحبة طلب الزواج هي اللي هتدخل في التعليق وتتكلم مع حضرتك ان شاء الله لو صفاتكم متناسبة مع بعض. لكن لو هي مواصفاتها مختلفة عن مواصفات شريكة حياتك اكتب لنا في التعليق مواصفاتك بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وفعل جرس التنبيهات واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش.
اتمنى ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن الزواج او التعارف بقصد الزواج. اشكركم لانكم تابعتم الفيديو للنهاية، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي، ولكم مني كل التحية والتقدير والحب، والسلام عليكم.